في مرسم صغير في بيروت يعمل. صوت مطرب حلب صباح فخري يرافقه في ساعات عمله الطويلة. عندما نزح عقيل أحمد من مدينة حلب إلى لبنان قبل سنوات، كان يعلم أن المتاعب تنتظر مستقبله، لكنه كان راضياً لإيمانه بأن أي احتمال آخر لن يكون أشد من الحرب التي هرب منها. الشاب المتخرج من معهد الفنون الجميلة اضطر أن يعمل في ورش البناء في بيروت. أوقات الاستراحة كان دائماً مثلاً الحيط كان يكون اسمنت، فكان هذا الاسمنت يغريني كتير يعني حسه مثل فضاء اللوحة بالاسمنت تخلطه مع مثلاً معلون أو شيء يعني، وباستخدام أي ريشة كانت موجودة يعني اشتغل فيه. عقيل أحمد ليس خطاطاً ولا رساماً تشكيلياً، هو خليط فني يجمع الاثنين معاً. يقول إنه يحاول إخراج الخط العربي من كلاسيكيته وإدخاله إلى عالم التشكيل المعاصر، فكيف يفعل ذلك؟ هلا اسمي مجرب أنا، أوكي؟ يعني أي إنسان مثلا بهذا الجو هو يكون عم يجرب أفق جمالية أكثر مشان يصل لكمالي، يعني كمال جمالي بذهنه. اتفقوا النقاد يعني على مصطلح اللوحة الحروفية، يعني أوكي؟ لوحة تشكيل حروفي. المشروع مقامات هو بحكي فيه عن المقام الموسيقي بشكل عام وترابطه مع الحرف العربي. لكل جملة أو لكل كلام نحكيه في له نغمة موسيقية بتكون أوكي بالعادة. هذا مشروعي هو بحكي عن هالموضوع تحديدا. يعني أنا هون عم اشتغل على القصيدة البصرية أكثر، عم حاول إنه مثلا وصل مفهوم القصيدة البصرية يلي هو الشعر لكن برؤية بصريه يعني اكثر مما تكون. اي مقام هون؟ هلا هون مقام الحجاز، يعني بس اسمع شيء من مقام الحجاز يترى لي اشكال. اوكي هالاشكال هي عبرت عنها بالخط العربي. شارك عقيل احمد قبل اشهر في ملتقى الخط العربي في الشارقه ونال جائزه البرده لفن الخط العربي عن لوحه موجوده ضمن مقتنيات وزاره الثقافه وتنميه المجتمع في اماره دبي. لبرنامج اليوم على الحره، مصطفى عاصي، بيروت،